نعم. احنا الاطفال صرنا تلاميذ نتاع الخامس باش نتلوهم في المشروع نتاع الاستاذ. احنا الاطفال اللي اختارونا باش نتلوهم كقدوه، حيت حين اللي اختارونا دابا باش ما يجيني باش نهضروا معاك ونقترحوا عليك الافكار ديالي. نريد نظافة المؤسسة وتزيين الساحة وفضاء. هضروا عبروا بالدارجة وهضروا على الأفكار ديالكم. شنو ما عجبكمش المؤسسة ديالكم؟ هي بالدارجة. نباتات محروقة، توجد نباتات محروقة في 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 في, في, في الساحة. ما عندكمش الفضاء ديال ملي كتدخلوا كتلقاو النباتات؟ ما عندهمش ولا لا؟ لا. واش خصكم؟ شنو خصكم؟ خصنا فضاء للعب ومساعدة الأطفال. الأطفال سايبوا الفضاء وسايبوا النباتات. نعم. شاطرة ويسحبوا الرياضة ويقروا. نعم. وحابب؟ نعم. أنا ما صيفطش لكم العوالي غادي يقوموا لكم ولا؟ خصنا عمال ثلاثة أو أربعة. نعم. ثلاث عمال او اربعة. نريد غزارة وتزييد مؤسسة. مرحبا. نريد عن عمال لنظافة مدرستنا وتزيين مؤسستنا. نعم. وسلات المهملات والسباق. شنو السلة؟ كنتو اقترحتوا لي انا ما عندكمش مكان فين ترميو ولا ديروا بنت الحاويات هادشي ديال النظافة؟ ما كاينش؟ كاينة وحدة. كاينة وحدة غير كافية بعيدة عليهم. كيكون الوقت غير كافي، كيصوني الجرس وحنايا يلا غنتهاو الأكل ديالنا، فإلا مشينا تما وجعنا غيفوتنا. شحال القسم عندك يا أستاذ أنت؟ الخامس. عندي الخامس. 38 في 38 بالنسبة للحوجة. الحجرات كاين الحجرات. حنا هما اقترحوا، راه عندهم اقتراحات بان في الشجر الا كاين شي سلات ولا شي. حضرتك نطلب لها من انا كان اجتماع رسمي على السيد العام وطلبت منه مضاعفات ديال الحجرات بالنسبه للعقبه ومحاوحه مزايا. نعم. كان اجتماع اللي كيصحته السيد العام والكاتب العام والمدوات الجهويه ديال التعامل. نعم. مرحبا. هما عندهم مشروع ديال قلتوا إعادة تدوير الإطارات. العجلات ديال السيارات. قالوا بأن ممكن يصيبوا بهم تكون هي اللي الإنبات، هي ينبتوا يديروا فيها الأحواض. والطريقة كاينة الطريقة باش كتزيان وهذا. شنو بغيتوا كنتوا بغيتوا المساهمة؟ لا كاين شي. قرارات غادي نعطيوهم بالقبض شنو مطلوب منها؟ شنو قلتوا لها؟ بغيتوا الصباغة، قلتوا لها ما كايناش مساهمة. الصباغة خاصنا الكبس، خاصنا خشب غير خشبة باش نزيد. بقول العجلات اللي حضرت.